لسه مكملة معاكم رحلتي الاستكشافية في واحد سيوة. الواحة دي أقل من مستوى البحر بتقريباً 19 متر، وعشان كده هي فوق فعلاً بحر من المياه العذبة، والبحر ده بينفجر في عيون يمكن فيها أكتر من 200 عين، منهم عيون استشفائية حتى الناس بيقصدوها للرملة بتاعتها عشان خاطر ليها خصائص علاجية. غير كده مش بس هي منطقة علاجية، وكمان فيها مدفون في أرضها أسرار وكنوز رومانية وفرعونية، وفيها معابد فرعونية. هنشوف كل ده مع بعض ونعرف ليه السياحة في واحد سيوة مش بس سياحة ممتعة وكمان سياحة علاجية. حمامات الرمال من أقدم وأشهر الحمامات الرملية في سيوة. بنحفر في الرملة من الصبح، وبيجي بعد كده الأشخاص بنردم عليهم في الظهر، متخصصين بيلفوا عليهم، بنعمل لهم تدليك أو مساج بالأقدام، بيقعدوا ربع ساعة في الرملة، بعد كده بيخلص بيخش على الخيمة. الخيمة دي تعتبر زي ساونا طبيعية، ممنوع الاستحمام خلال فترة حمام الرملة وبعديها بثلاث أيام تاني، ويكون دايماً لابس الملابس شتوية تقيلة عشان خلايا الجسم طبعاً تبقى كلها مفتوحة، لازم تتقفل وترجع لطبيعتها. نسبة الإقبال عالية في الصيف خاصة من الأجانب والعرب، فوائد حمام الرملة: الأمراض المرتبطة بالروماتيزم والروماتايد وألام المفاصل ورفع المناعة وتنشيط الدورة الدموية. أكيد بعد الدفن في الرمل والعلاج اللي ممكن يستمر 3 ل5 أيام، ومن قواعده أنه ممنوع الاستحمام خلال الدفن في الرمل، الناس بتيجي وتنزل في العيون والواحات المختلفة اللي موجودة في سيوة. والحقيقة العيون دي معمولة من أيام الرومان، يعني بيسموها عيون رومانية لأن الرومان بيبقوا بنين حواليها حيطة كده وسلالم عشان يقدروا يتحكموا في المية اللي طالعة من بطن الأرض. في عيون سخنة وعيون باردة وعيون حلوة، طبعا معظمها بيستعملوها للشرب والري، ولكن في عيون كمان كبريتية، يعني وهي طالعة من بطن الأرض بتاخد الكبريت ومعادن تانية وبتبتدي إنها تطلعها، فالناس بتيجي تستحمى فيها للفوائد الجلدية. طبعا المياه الكبريتية في ريحتها ما بتبقاش حلوة قوي، لأن ريحة الكبريت مميزة جدا، بتكون مفيدة جدا للجلد زي الإكزيما، الحساسية، الصدفية، التينيا، كمان مفيدة للعظام زي الروماتيزم والروماتويد. شجعتني إن أنا أنزل زي كل الناس اللي بتيجي سيوة. أنا بعمل سكراب بالملح، الأرض اللي حواليا دي كلها ملح، تخيلوا زي ما سيوة بتتفجر بالمياه الحلوة بتتفجر كمان بالمياه المالحة. الملح غني جدا، بياخدوه هنا عشان الطعام، ولكن الناس كمان بتيجي تستحمى فيه عشان المنافع الجلديه بتاعت الملح. اولا بتعمل بيها سكراب، بتنعم الجلد، تمتص اي التهابات، بتخلص الجلد من اي امراض متعلقه بالبكتيريا. ولو كنتوا بتؤمنوا بان الملح بيمتص الطاقه السلبيه، فناس كتير بتيجي هنا عشان ترتاح نفسيا، وكمان بتاخد الملح ده تحطه في اركان البيت عشان يغير لها طاقه البيت ويجددها. دي بتطلع الطاقة السلبية، الإنسان بعد ما يلمسها أو ينزل فيها في المية بيحس إن هو فعلا شبابه اتجدد جدا، والأوجاع اللي كانت في الركب في العظم في الماسلز كلها راحت. احنا الان في موقع هضبة أورمي
اللي فيها مشيد معبد الإله أمون تمام، وهذا الإله مشهور جدا في أواخر العصر الفرعوني، وكرس أو شيد في عصر الأسرة 26 يعني 663 قبل الميلاد تمام. وهذا المعبد له شهرة كبيرة في العالم القديم، كان أحد أهم مراكز التنجيم والوحي في العالم القديم، دودونا ودولفي في اليونان وسيوة في مصر. اسكندر الأكبر بناء عليه لما فتح مصر جه إلى هنا وقدم استفساراته وأسئلته عن مستقبل الحروب ومستقبل الإمبراطورية، وتوج ابنا للإله، وبالتالي نال رضا الآلهة، وبالتالي نال رضا الشعب. المعبد تقلص دوره في مع ظهور المسيحية البيزنطية والإسلام، طبعا دي عبادة وثنية فطبعا انتهت، فتقلص دور المعبد وتقلصت أحوال العالم في ذلك الوقت وأحوال الصحراء في ذلك الوقت. امتداد الواحة على 100 كيلو أو 150 كيلو، في معابد، في قرى، وفي معاصر، وفي مقابر، في فرعوني، يوناني، روماني. سيوة لسه بكر، في اكتشافات مستمرة، دام في تنقيب، في اكتشافات وفي معلومات جديدة تطلع على السطح. في النهاية هقول لكم إيه عن سيوة؟ واحد أهل الناس الطيبين، واحد الخير والنخيل والاستشفاء والتراث والتاريخ، وأكيد عشان المنظر اللي ورايا ده بيسموها كمان واحة الغروب. هشوفكم في رحلات تانية حول العالم.